انا اقول لك على احلى بابا غنوج دايت، طعمه جميل جدا جدا جدا، هيعجبك قوي لو جربتيه ودوقتيه. هو مفيد وصحي، وكمان السعرات الحراريه ما فيهوش خالص سعرات حراريه. البتنجان والثوم والبصل والفلفل كله مشوي، وهنحط له برضه زبادي لايت واضربه خلاط. لو عايزه تحطي بقدونس ممكن تحطي بقدونس، حلو قوي. يلا بينا ونشوف عملته ازاي. نجيب بقى اهو البتنجانة، بحب اغسلهم، نشف كده نص بشقها. مناديل المطبخ دي اهي، البصلايه برضه بشقها، بحطها راس التوم عادي بحطها كده، الزيت بس عشان احط قصدي الفلفل ده. همسك بس ايه حبة زيت صغننين كده، بص بس عشان ما ايه ما يتشعوضش، هو بس الفلفل كده كده. هنشيل الايه اللي عليه القشرة بتاعته، حلو الكلام، كلام جميل اهو. اخده كده زي ما هو واحطه في الفرن. معلش نسيت اشوق الفلفل كده عشان ايه ما يفرقعش. كل حاجة بشقها. انا جسيتها بالشوكة لقيته استوى، فطلعتها وغطيتها عقبال ما يبرد شوية. بس هو برد حاجة بسيطة. بسم الله الرحمن الرحيم، هقشر امسك بقى السكينة كده اهي، بصوا بتطلع بإيه بسهولة. اللحم اللي جوه ده هحطه في الخلاط. بص القشرة اهي، هشيل القشرة بتاعت البتنجانة دي والبتنجانة دي وارجع لكم. اللي بعده بقى انا عملت اول بتنجان، بصوا همسك كده الفلفل ده هنضفه من البذر بقى. بص بقى تنظيفه ازاي، مش ماسك نفسه،
المفروض بشيل القشرة اللي فوق دي كده. حلو قوي لما تعملي اكل دايت ومغذي. شوف انا هوريكم كمان البصلايه هي مشقوله اساسا اهي. شيل القشر برضو اللي حواليها. بصوا عشان سخنة وانا مستعجلة المفروض اسيبها لما تبرد خالص. بحطها زي ما انتوا شايفين كده، احطها في الخلاط. بشيل القشرة اللي بره كده. واهم حاجة تكون غاسلة ايدك كويس. اجيب بقى التوم تدوس عليها كده بيطلع اهي. بص عامله ازاي، دي الكريمه. بس كده لو حامية شوية كمان معايا كنت عرفت شلت دي كده ودوست عليها كلها. بس انا احاول اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهي ودوست عليها بقى كده اهو. بصوا بس في ايدي اهي، ودوس عليها على القشرة كده. عملتها هحط قرنين فلفل دول كمان وارجع لكم اقول لكم هعمل ايه تاني. بصوا بقى انا حطيت كل حاجه هنا. طبعا هجيب زبدتين بقى، لو عايزه تحطي طحينه ممكن تحطي طحينه، بس انا مش هحط طحينه عشان انا عايزاه دايت خالص. بس انا حاطه كمان زبادي ايه لايت. حته صغيرة نزل كله، مش لازم معلقة ولا حاجة متفرقش. وهحط بقى ايه حتة تومة كده على حسب برضو الرغبة بتاعتك، تحب التوم كتير تحب التوم قليل. حبة خل صغيرين والكمون. انا بقى بحب ازود برضو الكمون وعلى حسب برضو ايه
رغبتك. انا بحب الكمون اكتر، لان الكمون بيه حلو قوي للدهون. هضرب في الخلاط دول كده كلهم مع بعض وارجع لكم. معلش انا اسفه، رجعت لكم تاني قبل ما اضرب في الخلاط عشان اقول لكم ان انا هحط شويه ملح. خلاص اهي ضربتها في الخلاط. هجيب الطبق عشان احط فيها ورجعت لكم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سلام بقى، لو عندك شوية بقدونس تحط عليها ايه حبة بقدونس. الصراحة جيت اجيب بقدونس عشان احطها عليها، لقيت ايه، لقيت البقدونس كله مصفر ودبلان. حط على ايه بقى، كسلت اروح في الحر ده لسوق. وكده خلص معانا البابا الغنوج الدايت. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اكلة جديدة وفيديو جديد ان شاء الله.